مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع المفتي والقيادي السابق في تنظيم القاعدة الشيخ محفوظ وللوالد الملقب بحفص الموريتاني. الشيخ أهلا وسهلا بكم. ما رأيك في تاريخ الجولاني في سوريا منذ تأسيس جبهة النصرة؟ هل كان يعمل وفقا للإيديولوجية المتطرفة للقاعدة في التكفير والإرهاب، أو كان أكثر اعتدالا من الظواهري؟ وتنظيم القاعدة ككل، هل يمكنك إعطاء أمثلة على ذلك؟ تاريخ جبهة النصرة في سوريا مر بأربعة مراحل تقريبا. مرحلة التأسيس هذه تبدأ من يناير 2012 إلى تموز يوليو 2016، هذه كانت تسمى جبهة النصرة في كل التاريخ هذا. هذه المرحلة كانت التنظيم جزءا من القاعدة حقيقة يعني. المرحلة الثانية تبدأ من تموز يوليو شهر السابع من 2016 إلى نهاية 2016، هذه مرحلة الكيان الثاني الذي تطورت إليه جبهة النصرة، وهو كيان جبهة تحرير الشام. المرحلة التي بعد ذلك تبدأ من بداية 2017 إلى ما قبل شهرين، هو تاريخ بدء الجبهة، بدأها في اعتقالات بعض العناصر المتهمة بتنظيم القاعدة وأنها تريد تفريق الصف وما تبع ذلك من تسجيل الدكتور أيمن الظواهري، يعني ينتقد فيه تصرفات الهيئة وينتقد فيه الجولاني ويقول إنما تم ليس انفصالا شرعيا وأنه نقض للبيعة. هذه هي المرحلة الأخيرة. هذه المراحل كلها أملتها ظروف معينة وحصلت فيها بعض الأحداث التي هيئت المرحلة التي بعدها. يعني المرحلة الأولى الممتدة من يناير 2012 إلى يوليو 2016، هذه المرحلة كانت مليئة بالتحديات بالنسبة للجبهة، كانت في مواجهات عنيفة جدا مع تنظيم الدولة. هذه المرحلة كانت هنالك في سبتمبر تقريبا 2015 منها كان التدخل الروسي. هذه المرحلة شهدت بعض الانتصارات وشهدت بعض الانكسارات الأخرى. هذه المرحلة شهدت التدخل الإيراني المباشر. هذه المرحلة شهدت أحداث خطيرة جدا، ومنها سقوط بعض المدن الكبرى والمواقع المهمة. هذه التحديات والاستهداف الذي تعرضت له الجبهة في بعض عناصرها وبعض قياداتها جعلت الجبهة تحاول التخفف من أعباء تبعتها للقاعدة، فساعدها على ذلك وجود حقيقة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة وهو أبو الخير المصري رحمة الله عليه، وكان رجلا مرنا حقيقة ودخل إلى سوريا وعاش الواقع فأذن لها في الانفصال. بعد انفصالها انضمت إليها بعض العناصر الأخرى، كيانات وأفراد، فأعطاها ذلك زخما. ولكن هنالك بعض التحولات التي شهدتها نهاية 2016 وبداية 2017، منها بدء مباحثات أو مفاوضات أو مسار الأستانة في روسيا، والتراجع الذي حصل في تأييد الثورة السورية، والأحداث التي مرت بها الأمة التي أخذت من اهتمام الأمة وانشغال الأمة عن الواقع في سوريا، هذه هيئت لمرحلة أخرى أرادت الجبهة من خلالها أن توسع الدائرة وأن تسعى إلى لم الشمل السوري بصورة عامة، فتطورت إلى هيئة تحرير الشام اللي ضمت عشرات
الكيانات والتنظيمات والعناصر والأفراد والشخصيات العلمية والشخصيات الدعوية. هذه المرحلة الأخيرة هي التي تمثل المرحلة التي وضحت فيها أن الهيئة سلكت طريقا لا رجعة فيه بالنسبة لعلاقتها مع تنظيم القاعدة، لأنها وازنت بين المصالح والمفاسد لعلها يعني فرأت أن المصلحة تقتضي قطع هذه الصلة والانضمام فيها. يحاول الجولاني دون جدوى أن يتلاعب بكل الجانبين، ماذا يستفيد من ارتباطه في القاعدة؟ فلماذا لا يعدل عن ذلك وينسحب ويمضي قدما في حياته؟ أنا لا أوافق أنه جولاني مثلا لم يكن صادقا في محاولته للانفصال عن تنظيم القاعدة. الذي أراه أنه كان يعني جادا في ذلك، ولكنه أخذ المسافة بتدرج، وتدرج ذكرته في إجابتي على بعض الأسئلة السابقة. يعني هو الآن انفصل والآن أخذ طريقه واستقل، بل الآن يعني هو يعني في نوع مجابهة ومواجهة مع عناصر تنظيم القاعدة الموجودين في سوريا. يعني هذا الذي يبدو وهذا الذي يظهر، يعني أن هنالك خلاف حقيقي، والرجل حسم أمره وهي تحرير الشام حسمت أمرها ولم تعد لها علاقة بالقاعدة، بل يخشى أن تدخل معها في صدام ومواجهة. في بيانه المؤرخ في 27 نوفمبر كان الظواهر يتحدث إلى الجولاني، لكنه أشار فجأة إلى إخوتي في قاعدة الشام، وكانه يتحدث إلى أبو جليبيب، سامي العريدي ومجموعة من أفراد القاعدة الذين تم اعتقالهم أو مطاردتهم من قبل الجولاني. ما رأيك فيما سيحدث لهذه الجماعة في سوريا؟ هل سوف يسمح لهم الجولاني بالعمل؟ هل سيوقع الجولاني هدنة معهم ريثما يتمكن من القضاء عليهم؟ وهل سيسعون هم إلى تجاوز الجولاني عندما يكتسبون القوة؟ هذه الجماعة التي ذكرتم مع بعض الأفراد الآخرين الذين معظمهم من الأردن ومن أصول فلسطينية، مع بعض العناصر التي كانت في جند الأقصى، هؤلاء يمثلون الآن نواة فرع القاعدة في سوريا. وهيئة تحرير الشام تشتكي من أن هؤلاء يعني يحرضون على ترك الثغور ويثيرون الفتن ويحركون الخلافات بين أفرادها وعناصرها، وأنها حذرتهم من ذلك واستمروا في ذلك. وتقول إن هؤلاء دافعهم للدعوة إلى تأسيس فرع لتنظيم القاعدة ليس هو الدافع الحقيقي، وإنما نتيجة لخلافاتهم مع الهيئة أعلنوا هذا مشاكسة لها ومناكفة لها. وإلا فهي تقول إن هؤلاء يوم كانت الهيئة جبهة النصر وكانت فرعا معلنا ومنتميا فعلا ومتماهيا مع القاعدة، كانوا هؤلاء ضده. فهي تقول إن هؤلاء لهم فكر يختلف عن فكرها، ولهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرها، وأنهم يسعون الآن لإثارة الخلافات والبلبلة، وأنها حذرتهم من ذلك فلم يستجيبوا، ولذلك اعتقلت بعض عناصره. طبعا اعتقال هؤلاء العناصر أثار مشاكل. اعتقال هؤلاء العناصر أخرج تصريح الدكتور الذي أشرتم إليه، الدكتور أيمن، والذي كان فيه نقد واضح للجولاني ولهيئة تحرير الشام ولاستقلالها وانفصالها، وفيه ثناء على هؤلاء وفيه دعوة لهم على الثبات على بيعتهم للقاعدة والتمسك بها. كان من تداعيات هذه الأحداث اعتقال هؤلاء أن بعض الشباب وبعض المنتمين لهيئة تحرير الشام يعني بدأوا يهددون يعني ترك مواقعهم ويثيرون الشكوك أيضا حول اعتقال قيادات بهذا الحجم والتحقيق معهم، خاصة أن هذا تزامن مع بعض التسريبات الأخرى أيضا من داخل هيئة تحرير الشام، كان فيها بعض الإساءة إلى بعض الرموز الدعوية والعلمية، فأثار هذا حقيقة بلبلة داخل الهيئة،
ويعني كان تأثيره شديدا. تزامن هذا التأثير الشديد مع ما يقتضيه من المبادرة إلى تلافي الأمر مع جهود بعض المصلحين الذين يسعون إلى إصلاح ذات البين، فكان من مجموع ذلك أن أفرج عن هؤلاء الذين كانوا معتقلين. وهنالك حسب ما يصل من أخبار عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هنالك مساعي في الساحة لإصلاح ذات بينه، ولكن يستبعد جدا بحكم المرجعية الفكرية لهؤلاء وبحكم نظرتهم للأشياء، يستبعد فعلا أنه يتراجعوا عما هم عليه. والهيئة وجهة نظرها أن هؤلاء لو تمكنوا أنهم سوف يشكلون كيانا لهم، وأنهم سوف يقاتلون الهيئة كما قاتلها تنظيم الدولة من قبل، لأنهم ينتمون لنفس المدرسة الفكرية، وهم وإن كانوا لا يصرحون بتكفير الهيئة علنا فهم يمارسون نوع من التكفير المبطن الذي يرجعون فيه إلى بعض مرجعياتهم التي هي على خلاف شديد مع الهيئة. يعني الأمر يخشى أن يصل إلى حد صدام مسلح بين الطرفين، ولكن الأمر حتى الآن لا زال مستتبا للهيئة، لأن هؤلاء ما زالوا قلة في عددهم ولا زالوا غير متمكنين. الصراع الأساسي بين الجولاني والظواهري هو أن الظواهري يريد من الجولاني مواصلة القتال بأسلوب حرب العصابات، ولكن لدى الجولاني طموحات أكبر، فهو يتطلع إلى إقامة إمارة خاصة به في إدلب سوريا على غرار طالبان. ما رأيك في هذا الصراع، وما سوف تكون نهاية الجولاني والظواهري، نهاية الصراع للجولاني والظواهري مثلا؟ السؤال ينطلق من فرضية غير صحيحة. ليس صحيحا حسب علمي أن هنالك أي تنظيم وأي كيان في سوريا يريد إقامة إمارة في إدلب وفي غيره. تجربة حركة طالبان في أفغانستان وتجربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا أوصلت عامة المهتمين بالأمر الجهادي إلى قناعة هي أن إعلان أي كيان سواء كان إمارة أو دولة أو كيان من أي مستوى إسلامي أنه سوف يجعله محل استهداف من قبل كل قوى الكفر العالم، وبالتالي ليست هنالك أي مصلحة، ولا أعلم أي أحد يقول إن من المصلحة إقامة كيان إسلامي إمارة سواء كان إمارة أو دولة في أي مكان آخر. وبالمناسبة هذه القناعة هي التي توصل إليها الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه أخيرا في فترته الأخيرة قبل مقتله رحمة الله عليه، وهذه موجودة في بعض الوثائق التي سربت. يعني كان يرى أنه من الخطأ الكبير جدا إعلان أي كيان إسلامي في هذه المرحلة من التاريخ، لأنه سوف يكون مستهدف. وفعلا يعني التجربة التي حصلت في أفغانستان استهداف إمارة طالبان، والأمر الذي حصل في بالنسبة للدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم الدولة حقيقة تؤكد هذه الحقيقة. يعني فالسؤال ينطلق من فرضية ليست يعني صحيحة، وحتى لو كان هذا خلافا بين الاثنين هذا ليس خلافا استراتيجيا يعني، وليس خلافا كبيرا يعني. الخلاف بين الرجلين هو خلاف أكبر من هذا. مثلا دكتور أيمن هنالك شخصيات يعني محسوبة على أنها من مشايخ الجهاد ومن أقلام الجهاد ومن المنافحين عن الجهاد، يرى أنهم يعني من خيرة الأمة وأنهم يعتبرون مرجعية، بينما هيئة تحرير الشام ترى أن هؤلاء هم نفس الغلاة الذين خرجوا مدرسة تنظيم الدولة وغير ذلك. يعني هذا خلاف أساسي. من الخلافات الأساسية أيضا هي أن هيئة تحرير الشام ترى أنها كيان مستقل، أنها كيان مستقل يعني، يعني لم تعد لها رابطة ولا علاقة ولا لتنظيم القاعدة وصايا عليها. الدكتور أيمن يعتقد غير ذلك. هذه هي الخلافات الأساسية الجوهرية. من الخلافات الأساسية المهمة
أن هيئة تحرير الشام لا ترى قضية البدء برأس الكفر العالمي وضرب أمريكا وضرب الدول الغربية خارج سوريا، لا ترى ذلك أولوية بالنسبة لها. يعني القاعدة ترى أن هذه أولوية، قاعدة الأمية. هذه أمور حقيقة هي محل الخلاف بين الطرفين. أما قضية أنها تكون حرب عصابات، تكون حرب عصابات، قد تكون في تعدد وجهات نظر في هذه النقطة، ولكن ليست خلافا جوهريا. الخلاف الجوهري هو في المسائل التي ذكرت، يعني من المسائل التي يختلف فيها الطرفان. مثلا دكتور أيمن أمير تنظيم القاعدة يرى أن بيعته لحركة طالبان بيعة كبرى. ما معنى بيعة كبرى؟ معنى أنه يعني كل من بايع تنظيم القاعدة من فروعها في المغرب الإسلامي مثلا، أو في الشام، أو في اليمن، أو في أي مكان آخر، أنه مبايع لحركة طالبان، وبالتالي يجب عليه السمع والطاعة له. هيئة تحرير الشام ترى غير ذلك. يعني ومن حقيقة من المفارقات العجيبة أنه تنظيم القاعدة يرى أن بيعته لحركة طالبان هي بيعة كبرى، والبيعة الكبرى طبعا مقتضيات السمع والطاعة، مع أن تنظيم القاعدة حقيقة لم يسمع ولم يطع لحركة طالبان وهو على أرضها. يعني فأصر على تنفيذ عمليات 11 من سبتمبر التي كان من نتائجها يعني الإطاحة بطالبان وحكم طالبان، بينما يريدون ممن لم تضع أرضه أقدامه أرض أفغانستان أن يعني يسمع ويطيع لحركة طالبان، في حين حركة طالبان ما كانت تدعي ذلك. الملا عمر رحمة الله عليه، وأنا جلست معه أكثر من مرة، كان يقول أنه يريد السمع والطاعة من المسلمين في حدود أفغانستان فقط، لا يرى نفسه خليفة عاما ولا حاكم عاما للمسلمين، ويرى نفسه حاكم مسلم لأفغانستان ومن على أرض أفغانستان من الأفغان ومن غيرهم. ما ستكون بنظرك نهاية الصراع للجولاني والظواهري؟ حتى الآن المؤشرات تشير إلى أن القوة والشوكة والإمكانات والعدد والعدد هو لصالح، يعني ميزان القوة بهذا المعنى هو لصالح هيئة تحرير الشام. والذي أراه أنه ليس من مصلحة تنظيم القاعدة الإصرار على إيجاد فرع لها في سوريا. وبالمناسبة الدكتور أيمن والشيخ أسامة أيضا رحمة الله عليه لهم تصريحات سابقة وموافق سابقة تؤيد هذا المعنى. يعني ليس المهم هو أن تحشد البيعات ولا أن تكاثر بالأنصار. يعني إذا وجدت جماعة لديها نوع من القبول في ساحتها وعندها نوع من التغاضي عنها من قبل بعض دول العالم، فما الداعي لتحريض العالم عليها يعني إلزامها ببيعة القاعدة يعني حتى تكون مستهدفة؟ يعني ليس في هذا مصلحة شرعية واضحة والله أعلم. وبالتالي الذي أراه أنه على الأقل في هذه المرحلة ميزان القوى هو لصالح هيئة تحرير الشام وليس لمن يحاولون ويسعون إلى تأسيس فرع جديد للقاعدة في بلاد الشام. الشيخ، ذكرت في وقت سابق أن القاعدة ستحاول الانتقال إلى قلب العالم العربي وربما سوريا بالذات. كيف يؤثر هذا الصراع الأخير على هذه الإمكانية؟ وكيف ترى مستقبل القاعدة كتنظيم بشكل عام؟ سوريا موقع مهم جدا، وبالتالي هذا يعطيها أولوية بالنسبة للقاعدة. وكانت حقيقة أمام القاعدة فرصة أنها هي يعني تثبت وجودها في سوريا من خلال فرعها هناك جبهة النصرة. لكن هذا كان قبل استقلال وانفصال هيئة تحرير الشام. الآن وبعد أن انفصلت هيئة تحرير الشام واستقلت وقالت بأنها لم تعد تربطها بالقاعدة لا بيعة سرية ولا بيعة علنية، بل تطور الأمر إلى شبه مواجهة بين الهيئة وبين بعض عناصر القاعدة الموجودين هنالك، أظن أن هذا حقيقة أضر بطموح القاعدة إلى أن يكون لها وجود في سوريا، وجود مباشر يعني مرتبط بها. نعم، هذا حقيقة مؤثر. أما من حيث مستقبل القاعدة بصورة عامة، حقيقة رغم كل أخطاء القاعدة و يعني أخطاء الفادح والكبير، لا زالت القاعدة حقيقة تحظى بشعبية في الساحات التي يتعرض أهلها للظلم. أقصد هنا القاعدة كفكر، يعني يجب أن نفرق بين القاعدة كفكر والقاعدة كتنظيم. القاعدة كتنظيم حقيقة هي لم تعد بذلك بتلك القوة ولا بتلك الجاذبية التي كانت، ولكن فكرها حقيقة
فكر جاذب، والسبب ليس لا يرجع إلى الفكر نفسه، وإنما يرجع إلى الأسباب التي تجعل الناس يتعلقون بفكر القاعدة. طالما هنالك عدوان الغزاة وطغيان الطغاة وجفاء الجفاة، سوف تكون هنالك حالات مشابهة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وغيرها من الجماعات التي تحمل السلاح بحق أو بباطل. على ما يبدو يجب أن تكون إما مصريا أو مواطنا سعوديا غنيا لكي تكون قائدا في تنظيم القاعدة المركزي. خط الخلافة الذي يجري الحديث عنه حاليا يتكون من مواطنين مصريين هم أبو محمد المصري، سيف العدل إلى آخره، وحمزة بن لادن، كما أن السوريين في جبهة النصرة يشكون من أنهم يريدون حركة وطنية ولا يوجد أي مغاربة أو شمال أفارقة. ناهيك عن الأفارقة، لم يتم التحدث عنهم أبدا لأداء في القيادة. هل مشكلة القومية والتعصب هذه عيب أساسي في القاعدة؟ هل هي مشكلة فقط لظواهر وكادره المصري لأنهم يركزون على مصر وغير قادرين على الثقة بآخرين من جنسيات مختلفة في دوائرهم الداخلية مثلا؟ القاعدة لما تأسست قامت على ثلاث أشخاص أساسيين: الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه، الشيخ أبو عبيدة المنشية رحمة الله عليه، الشيخ أبو حفص مصر رحمة الله عليه. هؤلاء الثلاثة هم الذين أسسوا القاعدة، وهم الذين قامت عليهم القاعدة وتوسعت، وهم الذين قاموا ببناء وتطوير تكوين التنظيم في السنوات اللاحقة. من طبيعة الأمور أن الذين سيتولون القيادة والمسؤولية يحتاجون إلى تزكية، والتزكية ستكون أولا من هؤلاء، وهؤلاء من طبيعة الأمور أنهم يعني يعرفون، يعني إذا كانت التزكية ترجع إلى المعرفة والثقة، يعرفون أول من يعرفون مواطني بلادهم، يعني ليس بالحكم المعنى يعني أنهم يعني يميزونهم عن غيرهم، ولكن بحكم معرفتهم لهم هم أدرى بهم من غيرهم. هذا الأمر اقتضى أنه يكون معظم المسؤولين مرحلة معينة هم من المصريين ومن السعوديين، لكن لم يكن هذا سياسة متبعة ثابتة أو متفق عليها في مراحل تنظيم القاعدة أبدا. فهناك قيادات حقيقة ظهرت في تنظيم القاعدة من غير هؤلاء، هناك شخصيات متميزة جدا عراقية كانت في مجلس الشورى، وهناك قيادات متميزة في المجال العسكري كانت من جنسيات أخرى، في المجال الشرعي كان هناك موريتانيون، في مجالات أخرى كان هناك يمنيون، وأحد نواب أمير تنظيم القاعدة كان الأخ أبو بصير اليمني رحمة الله عليه، أمير تنظيم القاعدة في اليمن، رئيس فرع القاعدة في بلاد الرافدين لم يكن مصريا ولم يكن سعوديا. فالذي يعني من خلال خبرتي يعني ومعرفتي للأمور أن هذه لم تكن سياسة متبعة ولا متعمدة، ولكن بحكم طبيعة وجنسيات المؤسسين كان هذا الأمر الملاحظ فعلا. زد إلى ذلك، أضف إلى ذلك أمرا آخر، وهو أن معظم العناصر القادمة إلى الساحة كان أكثرها من المصريين. هناك ميزة أخرى والله يعني خاصية أخرى كانت موجودة في تنظيم القاعدة، وهي أن المؤسس والأمير والممول الأول والأخير له هو الشيخ حسام. هذه النقطة كانت حقيقة نقطة ضعف بالنسبة للتنظيم، ولكن حقيقة لم نلاحظ أبدا أنه كان يحابي في تعيين وإعطاء المسؤوليات للإخوة السعوديين، بل حقيقة الإخوة السعوديين كانوا من أقل العناصر الموجودة في مفاصل التنظيم، كانت الجنسيات الأخرى حقيقة أكثر منهم. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في مقابلة حصرية مع المفتي والقيادي السابق في تنظيم القاعدة الشيخ أبو حفص الموريتاني. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.